غرفة الحوار الإسلامي المسيحي عبر البالتوك مسلم كريستيان دايلوغ تقدم. ألو بونسوار سعادة الخوري جان. سعادة الخوري جان. نعم. أهلا وسهلا بك يا فندم. ربي أهلا وسهلا. ربي يباركك ويبارك تعب محبتك. سعادة الخوري جان كروز. شكرا. مين معي؟ معك الأستاذ وسام عبد الله من أمريكا من نيويورك. أي هلا. أهلا وسهلا بك. ربي يباركك ويبارك تعب محبتك. هللويا بريز ذا لورد. هللويا. سعادة الأب الفاضل. شكرا يا فندم. شكرا. الكتاب المقدس كونوا دائما مستعدين لأن تردوا على من يطلب منكم دليل ما أنتم عليه من الرجاء. حضرتك يا فندم أنا عندي سؤال بسيط يعني ناخذ بركة ونسمع الإجابة منك. هل يسوع خلق مريم؟ هل يسوع خلق مريم أم مريم خلقت يسوع؟ ليه عم بتسأل السؤال؟ لأن يسوع بيقول يا فندم فتشوا الكتب، لأن يسوع يا فندم بيقول وتعرفون الحق والحق يحرركم. لأن يسوع بيقول من ينكرني يا فندم. طب شو عليك هيدي السؤال؟ ما هو ده السؤال يا فندم بس. تعرفون الحق. بالظبط ما هو ده الحق، عاوزين نعرف الحق ناخذ بركة ونسمع منك الحق. هل يسوع خلق مريم أم مريم خلقت يسوع؟ تفضل. ما تجيب منك، ما راح أجاوب هذا السؤال هيك لأنه هذا ما بيجاوب على الهواء. ليه يا فندم؟ ليه ما تجاوبش عليه الهواء؟ أنا عندي الإجابة حضرتك إذا كان ما عندكش الإجابة. إذا كان حضرتك لا مؤاخذة أنا اصطدمت يعني. يا مريم خلقت لا. أنا عندي الإجابة لو بلتزم بتعليم الكنيسة. الكنيسة ما هي دي المشكلة يا فندم، أنت وهذا ما يقول يسوع باطلا يعبدوني وهم يعلمون تعليمي وصايا الكنيسة. انت حضرتك بتتبع الكنيسه والتقليد. فين بقى يسوع قال انا الله؟ اين طلب العباده نفسه؟ اين قال انا الله الظاهر في الجسد؟ اين تكلم الخطيه الاصليه اساس عقيده يسوع الفداء؟ اين قال انا الله الابن؟ انا الله الكلمه؟ انا الله الاخروم الثاني؟ مفيش. انت بتؤمن بايمان الكنيسه. فين الكلام ده في الانجيل؟ مش موجود. فين موجود فين حضرتك؟ اين قال مش مصر على هذا السؤال يا فندم. مش مصر على حضرتك الفاضل على الخلق اقول لك اقول لحضرتك لان يسوع يقول لان الكتاب يقول كما وضع للناس ان يموتوا مره معذره ثم بعد ذلك الدينونه. لابد ان انت تتاكد ان انت على الحق. فين المرجع؟ فين المرجع؟ المرجع رساله العبرانيين الاصحاح 9 العدد 27 عبرانيين 9 27 كما وضع للناس ان يموتوا مره ثم بعد ذلك الدينونه. حضرتك هتموت وانت بتؤمن ان الانسان هو الله بتقول لي تعاليم الكنيسه. لا بولس يقول سؤالي انا اتفضل من وين حصلت على رقمي؟ رقمك من الكنيسه حضرتك، انت راجل من الكنيسه معروف والكنيسه اخذت منها الرقم. على الموضوع عادي جدا جدا، ايه المشكله؟ وبين الاجابه ليس انت اخذت رقم منين؟ يا فندم الاجابه مش انت من اي كنيسه، فين الاجابه حضرتك؟ فين الاجابه؟ انت انت حضرتك اجابه بما اؤمن به انا. انت شو ياثر عليك؟ ممتاز. فين في الانجيل يا فندم؟ فين في الانجيل؟ الانجيل بيقول عكس كلامك. الذي مريم هي اللي خلقت يسوع. فين؟ من كلام يسوع. يسوع بيقول في انجيل يوحنا ان مريم انا ان مريم مين بخلق. اصبر حضرتك وانا هرد عليك. يوحنا 3:6 يقول يسوع المولود من الجسد جسد هو والمولود من الروح هو روح. يسوع مولود من جسد مريم، يبقى مخلوق ولا مش مخلوق؟ قفل التليفون. لا نجرب مرة تانية. ثالث واحد ماروني، اوكي؟ رايت؟ قفل مش عاوزه. طيب اللي كان معانا لواء مباشرة الآن هجيب لكم اسمه. الخوري او الاب جان كلود الشلوحي. جان كلود الشلوحي هبعت لك الاسم على الخاص. جان كلود الشلوحي الخوري جان كلود الشلوحي من راعي كنيسة مار الياس لبنان الكنيسة المارونية. جان كلود الشلوحي كنيسة مار الياس المارونية لبنان. مع تحيات إخوانكم في غرفة الحوار الإسلامي المسيحي عبر البالتوك مسلم كريستيان دايلوغ.
الحمد لله الحمد لله الحمد لله الله أكبر تكبير كل تكبير الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله ربي يهتف باسمك قلبي الحمد لله الحمد لله الحمد لله ربي يهتف باسمك قلبي الحمد لله الحمد لله حمدا إلهي وشكرا أنت يا معبود يا من جل قدره جل قدره لك الحمد طوعا لك الحمد فرضا وثيقا عميقا سماء وأرضا.